في عناوين النشرة: العسكريون في السلسلة، الحلقة الأضعف. في محاولات اليوم نحن وعم نحكي، يعني إن كان بالهيئة العامة أو قبل الهيئة العامة، لمحاولة إصلاح هذا الوضع. أشرف ريفي يرد متسلقاً دماء الشهداء. بعد التدقيق، رئاسة سوريا بين ثلاثة: ماهر عبد الحفيظ الحجار، 2 حسان عبد الله النوري، 3 بشار حافظ الأسد. في الخاص، التهويد حتى في الكعك المقدسي. ما أخذ بالقوة سوف لا يرد إلا بالقوة، وهذا ما فيش عندنا قوة. مسرح صور يحيى مجدداً هذا الصيف. المعيب اليوم إنه هالمدينة تكون ما فيها مسرح ولا فيها سينما ولا فيها موسيقى. وفي النشرة: أكبر ألماسة زرقاء معروضة للبيع. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.